الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهروا في الأيام دي من بعد الثورة دي أو كما تسمى، ظهروا فنانين شباب للأسف، يعني في ريعان الشباب مخنسين، حتى ناشرين صورة لواحد محنن يدينه ومطول ظفرينه تقريبا زي المرة يعني، ولابس قميص النوم بتاع النسوان بيلبسنه لأزواج في غرفة النوم. ده والله كلام يعني. أول حاجة قبل الدين، ده ما بيشبه السودانيين أبدا، اللي هم اشتهروا بالبسالة والرجالة والكرم والشهامة، ما يشبه السودانيين أبدا تصرفات. واحد تاني برضو كمان ظهر، كلهم هسه ظهروا الأيام دي، قال بيضرب ضارب حقن عشان يفسخ لونه، قال حول لونه للون الأبيض، يعني زي ما بيعملوا البنات، والبنات ذاته ما أظن حصلوا قدر شغلته دي، لأنه ده قال لك بيضرب حقنه كل شهرين، قال هو قال كده $6,000. والأغرب من ده كله إنه ديل جعلوهم نجوم. طبعا ده كله شغل العلمانين، بيصنعوا من السفهة والتافهين والخيابة كمان بقى والبطالة، بيصنع منهم والمخنسين بيصنع منهم أبطال ونجوم، يجيبوا لك في غانات شنو وغانات شنو، ويستضيفون مذيعين ويسمك بالكامل وورينا ميلادك بتين. ده زول مخنس وسفيه يا أخي، مخنس وسفيه، عرفت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود في السنن، أتي إليه برجل قد خضب يديه بالحناء. شوفوا الرجال كانوا كيف، الصحابة رجال جد، قبضوا لهم رجل محنن يدونه بالحناء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما له؟ زول ما له قبضوا له. قالوا: يا رسول الله، قالوا: رجل مخنث خضب يديه بالحناء. فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كلها. تخيل زول يكون بمجتمعنا الليلة، يعني مثلا باني بيت، مشتري واطب كم مليار، وعنده أهله هنا وقبيلته وأعمامه وخيلانه، ينفو من ده كله لأنه بس حنن يدينه بالحناء. ما بالك بل بيرقصوا بوسطهم ديل، والواحد عامل فيها مرة عديل والله، بل النسوان ما بيسوون زي اللي بيسووه الجماعة الظهر الجداد الليلة دي. لكن الغريب إنه بعض المجرمين من العلمانيين والملاحدة داري يصوروا من ديل كأبطال وكنجوم، عشان كده قال لك بيظهرون في التلفزيونات حقتنا السودانية والقنوات الفضائية للأسف الشديد، عشان باقي الشباب يقتدوا بهم، بدل ما شاب يكون راجل ويكون ذكر، لا، الله خلقه راجل يقوم يعمل فيها مرة ويعمل فيها بيت بكل الصفات تحت الأنوثة. وده اللي بيعمل كده ده ملعون، ما بدخل الجنة أيا كان إذا ما تاب اللي بيسوي كده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. والنساء المتشبهات بالرجال دي هم بيلبسوا بناطلين زي ما هو حاصل الليلة بشارع النيل وفي وين وفي وين وفي وين. لعن الله الصنفين ديل، ومعنى لعن الله يعني مطرود من رحمة الله، ودي كلمة كبيرة الناس ما عارفينها. الطرد من رحمة الله اللي هو اللعن، يعني ما بدخل الجنة باختصار شديد، بيمشي النار، لأنه اللعن هو الطرد من رحمة الله، والإنسان ما بيدخل الجنة إلا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخيرة، الغنى ده هو السبب اللي بيجيب اللغاويس والبلاوي دي كلها، لأنه الغنى ده هو السبب في الزينة اللي بيحصل، والغنى هو السبب في التخنيس الحاصل الليلة ده. عشان كده السلف الصالح قالوا: الغناء رقية الزنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. والغناء حرام بإجماع الأئمة الأربعة، الأحناف والمالكية، السودانيين بيقولوا احنا مالكية، مالك قال الغناء إنما يفعله عندنا الفساق، والشافعية برضو عندهم حرام، والحنابلة كذلك عندهم حرام. وقبل ذلك بالقرآن ربنا قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أصحاب لهو الحديث الله سبحانه وتعالى قال ديل عندهم عذاب مهين. ولهو الحديث
اللي هو أصحابه بيدخلوا النار جهنم وعندهم عذاب مهين في نار جهنم هو الغناء. عشان كده عبد الله بن عباس أقسم بالله، عبد الله بن مسعود أقسم بالله 3 مرات إنه لهو الحديث في الآية دي هو الغناء، هو الغناء، أقسم بالله 3 مرات. وكذلك عبد الله بن عباس أفتى بإنه لهو الحديث هو الغناء، وده ترجمان القرآن وحبر الأمة. بعض الشعبيين طبعا قالوا لا، قالوا ليشتري، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قالوا الغنى ما بكون حرام، قال هو الحديث والغنى صح، لكن ما بكون حرام إلا إذا قاد صاحبه إلى الضلال. هو الآية بتقول إنه لهو الحديث الغناء بيودي للضلال ليضل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. اللام دي اسمها لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة. يعني شنو يعني؟ يعني من اتخذ لهو الحديث غنى أو سمع الغناء أو بقى فنان أو بقى يسمع الغناء ساكت، ده لابد يصير أمره إلى الضلال. وده كثير في القرآن اللام دي، لكن ده ما فاهمين ولا بعرفوا لغة عربية ولا بعرفوا دين ذاته. ربنا قال في سورة إبراهيم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. جعل النب، وده أكبر ذنب اللي هو الشرك بالله زي الدعاء غير الله والدعاء القبب والأضرحة والأولية. وده كمان ما ده حلال إلا إذا ودى إلى الضلال. في واحد يقدر يقول الكفر والشرك حلال إلا إذا ودى إلى الضلال. إذن اللام ليضلوا عن سبيل، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيل الله عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. دي لام الصيرورة، يعني اللي بيدعو غير الله ويجعل لله ند بيصير أمره لشنو يا جماعة؟ إلى الضلال، وبيخش النار خالد مخلد فيها، لأنه ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني اللي بيتخذ الغناء اللي هو لهو الحديث ده حيضل وحيصير أمره إلى الضلال، أمره إلى الضلال. وحديث كثيرة وآيات كثيرة، منها حديث واحد بس في البخاري رواه بصيغة التعليق الجازم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يمسخون قردة وخنازير. والغريب إن المعازف الليلة الرسول حرمها، ربنا حرمها، الصوفية جابوها قالوا يمدحوا بها النبي. والصوفية ذاته عندهم شغلة زي دي، ما شفتهم اللي ما دي جابوا لهم هوس بيسموه ذكر، طبعا هو ما عنده علاقة بالذكر ولا بالدين ذاته. الشيء اللي بيسووه ده بيرقص بالرقبة، الشيخ ذاته هو الشيخ رقصة الرقبة دي كان بيسووها النسوان الما كويسات وزمان، هسه خلوها تابوا منها. الصوفية بقى يسووها ويحشروا لي القروش هنا ابوك الشيخ، واحدين يدخلوا القروش هنا. يا ناس والله ده غير ما يرجعكم لورا ويزيد البلد دي سوء وضلال وشرك وإلحاد ويزيد عليكم الضائقة الاقتصادية اللي انتوا عايشينها، والله ما يسوي حاجة. فوقوا يا سودانيين وتوبوا وارجعوا الى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى